ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة أخ سأل سؤالا بالأمس بالنسبة لقضاء الحاجة، يقول بأنه أحيانا يتأخر في دورة المياه لعذر عنده لمرض حتى تفوته أحيانا الصلاة، فهل إذا صلى بعد ذلك وخرج منه شيء يقول أقرب للحدث يعني تبطل صلاته؟ والحدث أخي الحبيب فساء أو ضرات كما قال أبو هريرة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخرج من صلاتك، لا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا، لا تخرج إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا. فابني على اليقين لا تبني على الظن، الأحكام لا تبنى على الظن في الإسلام وإنما تبنى على اليقين، فلا تخرج من صلاتك إلا بيقين، كما دخلت الصلاة بيقين وأنت على طهارة وأنت على وضوء لا تخرج كذلك إلا بيقين. إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا فاخرج من الصلاة. أما أن يخيل إليك وأن تتهيأ أنه قد خرج منك شيء ولم يحدث صوت أو لم يصل إلى أنفك ريح فلا تخرج من الصلاة وابن على اليقين. أما بالنسبة لتأخير الأخ لحاجة ولعذر وهو في دورة المياه فأرجو الله عز وجل أن يكون معذورا، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأنت مكره على ذلك فلا إثم عليك ولا حرج. أما الحرج في أن يتعمد الإنسان التأخير، هذا هو الحرج في أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة أو أن يظل في شغل شاغل أيا كان هذا الشغل حتى يخرج وقتها. وكان يسأل أحيانا لا يجد إماما فهل يجوز له أن يتقدم إلى الإمامة؟ نعم يجوز له أن يتقدم إلى الإمامة ما دام متيقنا من نفسه أنه على طهارة. أما إن كان مصابا بمرض ويخشى أن ينفلت منه شيء أثناء صلاته فالأولى له ألا يتقدم للإمامة حتى لا يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة أمام الله عز وجل. أما إن كان يعلم من نفسه أنه طاهر وأنه يدخل إلى الإمامة ويصلي بالناس ويخرج وهو متيقن من الطهارة فلا حرج عليه أن يتقدم إلى الإمامة ما دام يحسن قراءة الفاتحة وقراءة القرآن بدون لحن جلي ظاهر، لأن هذا اللحن الجلي عند كثير من المحققين من أهل العلم يبطل الصلاة.